كنت في نتا طالبته. ونجلاء عمركم ما نفسنتوا على بعض؟ لا نفس ازاي؟ معناها لا لا هي وبعدين كانت نجلة بتقول كده، عشرة معرفش ليه. 22 سنة. لا لا ونجلة مش الكاركتر اللي نفسن نفسه. عليها وبتاع. لا لا نجلة مش الكاركتر اللي نفسن عليها بجد؟ طب معانا نجلاء بت على انت كذاب قوي يا ابني، انا قلت شغالك كده وتقول لا ما يقدرش يقع ما بيننا نجلاء. وبرده ما ينفعش تقول كده عليا انا ومراد. اه انا قلت يعني اعمل فتيله كده. طب انا ممكن اقول لك حاجه يعني نجلاء، انا اول مره اقولها على الحقيقه. نجلة الممثلة اللي لما ابتديت اخد ادوار كبيرة قعدت اتكلم معاها قبل ما يبقى عندي ايجنت والكلام ده كله، قعدت اتكلم معاها اقول لها نجلة اسعر نفسي ازاي؟ ايه؟ اسعر نفسي ازاي؟ احط نفسي سعر ازاي؟ نجلة حكيت لي بتاخد كام وابتدت بايه ايه ده؟ مفيش حد بيعمل كده يا نجلة. فهمت بقى لما بقول لك لا مش ممكن نجلة تنافسك؟ اللي ما بيني وما بين مراد اقوى من كده بكتير، احنا عشت بيت واحد. ايوه ما انا كنت شاكك ان في حاجه اقوى بينكم بكتير. لا انت، لا انت نيتك مش كويسه. لا عشره اللي هو، وبعدين بيني وبينك انا طبيعي كده مع الناس، يعني انا ما بحبش يعني عارف ان احنا بنساعد بعض، احنا جيل حلو على فكره، ما بنساعد بعض ونرجع من بعض وبنعثر بعض وبتاع، ده حقيقي. فلا يعني، ومراد كمان عشت عمره واكلت في بيته ومامته وما جميله، يعني الموضوع عائلي مش الموضوع. فانت لا نعمل كذا ونمشي على خطوات كذا ونشوف اللي مريت بيه انا وحش اتمنى هو ما يمرش بيه، والكويس اتمنى هو يمر بيه. وكانت حلوه برضو يا نجله. وكانت بتقولي كمان على المنتجين، ده خلي بالك منه مش هتاخد فلوسك، ده فلوسك هتتاخر بس. يعني النصايح كده ما حدش بيعمل كده، ما كل واحد بياخدها في وشه الاول. انت عارف يا ادوارد لغايه ما بيتعلم. عارف يا اختي عامله ايه حبيبي. بس يعني مراد انا بستمتع جدا بالشغل معاه، مراد احساسه دفين من جوه قوي، يعني ممثل بيمثل من جوه قوي، يعني عنده داخليات حلوه قوي واحساسه حلو قوي، وانا مبسوطه ان انا اشتغلت معاه مسلسلات او مسلسلين تحديدا انا بحبهم. وانتوا دويتو هايل، انتوا دويتو هايل بجد، شغل غريب يعني، في كيمياء غريبه. فاضل بس ان احنا المسلسل يعني علمك، واحنا مذيعين ما اشتغلناش مع بعض قد ما اشتغلت معاه في الدراما، يعني الدراما مختلفين تماما. وبعدين مراد احساسه حلو، والممثل بيحب ان اللي قدامه يعني يبقى مشارك معاه. ونفس الحاجه، نفس الحاجه انت نجلة بتديلك في الموقف، حتى لو الكاميرا عليا يعني، حتى لو الزاويه بتاعتي بتديلك، هي التمثيل بينج بونج صح. واحد احول هيديلك كوره في حته ما تقدرش تجيبها. انا ونجلة بندي لبعض الاحساس. حركه البينج بونج شغاله على بعض، وما اعرفش في حاجه كده غريبه، ما عارف، لا ما فيش منافسه، انت فاهمني، في تكاتف، في هرموني كده حلوه، اللي احنا عايزين نطلع حاجه احلى، وكل واحد عايز يطلع من اللي قدام التاني الاحلى، وهو عايز يطلع مني الاحلى وانا عايز اطلع منه. لا بجد يا رب والله الناس كلها تبقى زيكم. والله عايز اقول لك على حاجه، وبحب اتفرج على مراد، يعني حتى لو انا مش في المشهد او مش مسلسليه مش معايا، بحب اتفرج على مراد، عينه فيها عمق، يعني نظره في عينه فيها عمق. ما تحكي لنا بقى كده على الفتوه عامله فيه ايه؟ انا هناك اهو دلوقتي، تعال. بتصوري في المدينه ولا فين؟ في الجماليه، حي الجماليه. لا احنا وراك، انت في ذهن بتصور ازاي في الكورونا دي؟ يا نهار اسود عليك. لا حي الجماليه في ال والنبي ما تفتحش. حي الجماليه الحقيقي ولا هنا؟ احنا هنا في مدينه الانتاج. هنا في مدينه الانتاج. ما انا جنبك برضه، هخلص واطلع على البرنس جنبك. انا بقول لك تعال، احنا قاعدين اهو. انا امبارح كنت بصور في البرنس، النهارده بنصور في الفتاوه اهو. ايوه صح. بنحاول نلحق على رمضان، خلاص على ابواب، كل سنه وانتم طيبين. ربنا معاكم. وفي نفس الوقت طبعا مع الظروف اللي احنا فيها دي، ظروف قاسيه جدا، فبنحاول برضه، احنا مش عارفين القرارات اللي جايه هتبقى عامله ازاي، فبنحاول نخلص اكبر طبعاً. قدر كل ده من اجل امتاع المشاهدين. انا هستنى رمضان ده اقعد اتفرج عليكي بقى. مراد هيستنى يتفرج عليكي، واحنا كلنا هنتفرج عليكي، بس ادينا نبذه عن دورك. بص المسلسلين حلوين، الدورين مختلفين تماما. بالنسبه لان انا المسلسل انا فيه ده عصر التوات الجماليه تحديدا 1900 بيبتدي الاحداث بتاعته. طيب. ما هوش سياسي خالص، هو بيتكلم على عصر التوات وفيها قصه حب وفيها علاقات، وقد ايه كان في تنافس على الفتوانه، وفتوانه الخير وفتوانه الشر. هي على فكره هي تيمه حقيقيه تاريخيه حقيقيه، بس سرد هاني سرحان مختلف تماما، وعامل سرد جديد جدا للموضوع، بس راصد عصر الفتوات. ديكور معمول حلو قوي، الازياء حلوه قوي. هاني بس انت خايفه من تحيه كاريوكا؟ لا مش حاطاها. بص على فكره اتكلمنا في الموضوع ده، لا ما ينفعش احط نفسي في مقارنه فيها، وما هياش
ما اقدرش احطها منافسه بيها لان هي شخصيه تانية خالص. وانا حتى لما اتكلمت هي شبه مين يا جماعه في الاول مع استاذ حسين منباوي؟ ما اقدرش اقول تحيه كاريوكا. انا خلي بالك هي تحيه كاريوكا كان، بس كان في قبليها مديها مصابني، وكان في قبليها اسمها ايه، كان في واحده قبليها قبل مديها، قبل مديها مصابني في واحده قبليها. لا ده من جيلك بقى، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اجيلك انت. انا بره عنا الكلام ده، اجي نطلع بره. انتي عليه وانت سايباني كده، ما مش رجاله. ماما مبهدلني انا، وجع اعمل ايه؟ طيب الحاجه اللي انت عايزه اقول دورك ايه، لان انا عارفه كله. بس اني وهي دراما حلوه قوي، وطبعا اخراج الاستاذ حسين منباوي، والناحيه الثانيه محمد سامي. ومعانا احكي انا دورك، ما تقلقيش هتقفلي واحكي كل دورك. فاكر يوم البروفا انت اول واحد شيرت صوري القعده اللي احنا كنا قاعدين يوم بروف في القرايه؟ ده انا هقول بقى، هقول يعني هقولها كده على الهوا، نجلاء راحت ورجعت في المسلسل بتاع مرتين ثلاثه. والله سبحان الله عايزينها. لا ما ينفعش دي لا عايزينها، لا دي بقى وعدوا بقى الناس تشد من هنا وناس تشد من هنا. صح نجلاء ولا ايه؟ انت عارف انا من جزء من 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 اصراري فعلا في الاخر اعمله هو اصرارهم عليا، يعني ده اداني حافز ان انا طب الناس دي عايزاني وشارياني الدرجات دي، بالعكس انا اعمل لهم شغل حلو. وفعلا مكد الدور بقى حلو، يعني الدور بقى حلو قوي. لا الدور حلو، ما انا عارف، انا عارف الدور عامل ازاي بجد. الدور عامل دور، بقيت البطله. فجاه يا جماعه نجلاء عايز اقول لكم هي سبب المسلسل كله اصلا، هتعرفوا بعدين. حلوه يعني يمكن انا كنت الاول متردده، ومن لسه الورق ما كانش باين، وكان درافت الاولاني، وكنت مخضوضه، ورحت فجاه لقيت ان انا ده بعد بكره تصوير يا جماعه، انتوا متهربوا. بس لا انا مبسوطه من درامتين، شغلي مع محمد سامي برده ممتع قوي. وفي زمن الكورونا احنا عرضنا لك فيديو امبارح وبتاع، وانت عامله فيديو حلو على الكورونا. عامله كورونا. برافو عليك. والله برافو. والله بصي اصل انا لقيت ان احنا، انا ذات نفسي لما ابتديت بانيك يعني انا من الاحداث وبتاع، فلقيت ان لا احنا اللي فاهمين واعيين وبيجي لنا. احنا ناقصنا وعي. صح. فما بالك المواطن العادي البسيط، هو محتاج يفهم ايه، ليه اقعد في البيت؟ ليه فين الخطوره؟ ليه اقعد في البيت؟ هو مش قادر يستوعب ان احنا بنحاول نقلل عدد المصابين علشان يبقى فيه اسعافات، عشان نقدر نعالج الناس. ايه خطوره المرض؟ الناس لسه مش فاهماه، العالم ذات نفسه مش فاهمه، احنا لسه برضه بنستمد معلومات من وزاره الصحه العالميه. فالموضوع مش مدروس، احنا لسه مش فاهمين. فربنا يلطفنا، ربنا يستر علينا يا بنتي، وربنا يوفقك وتخلصي ان شاء الله. مستنيينك في رمضان. شكرا ليكي يا رب. وبجد ميرسي، مبسوطه ان انا سمعت فيكم. ميرسي انا انت، ميرسي ادوارد، مراد، ربنا يوفقك يا رب. ونعوض بقى المسلسلين في مسلسل، هو نفسه عايز مسلسل هو اللي يخوني مش انا. لا مش عايز اخونك، لا انا عايز اعذبك، عايز يعني ياخد حقه شويه. يعني مش مهم اخونك دي خالص. عايز مسلسل، قال لي لو جالي مسلسل قلت له انا هرفض الدور. عايز افتري عليكي كده يعني، فاهم؟ اخد حقي بقى من مسلسلين يعني. شكرا. لا بجد بنبسط من الشغل معاه. وانا كمان بقوب قوي قوي، وبيحب شخصياته قوي. وربنا يوفقك يا رب في المسلسلين دول. انا عارف ان انت هتمتعينا في رمضان ده، واقعد اتفرج بقى براحتي، ما عنديش تصوير. شكرا لك. اتصل واشترك في باقة ألفا، متوفرة منفردة او مع باقات اخرى من OSN.